عقد ملتقى تبادل الخبرات في خدمات العملاء الحكومية بحضور عدد من الجهات المعنية بتطوير منظومة العمل الحكومي. هذا وأكد خلال الملتقى السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية أهمية تقييم مراكز الخدمة وحرص الموظف الحكومي على خدمة العميل بتقديم أفضل الخدمات الحكومية. انطلاقا من حرص مملكة البحرين على تطوير منظومة العمل الحكومي باستمرار، عقد ملتقى تبادل الخبرات في خدمات العملاء الحكومية. نلاحظ أن يعني خلال فترة الدورات السابقة للتقييم تم إغلاق ما يزيد على 25 مركز حكومي اللي كان أدائها ضعيف. غالبية المراكز، نتكلم عن تقريبا يعني 90 مركز تم تقييمهم، غالبيتهم وصلت إلى مستوى جدا مرضي ومرتفع، 25 منهم نالت الذهبي والفضي، فطلعت منها حقيقة ممارسات جدا كبيرة سواء تقنية سواء في ممارسات إدارية ابتكار. صارت هناك ثقافة اليوم الموظف الحكومي يحرص على خدمة العميل سواء كان مواطن أو مقيم أو زائر بتقديم أفضل الخدمات الحكومية، بحيث أن مملكة البحرين تكون يعني تقدم أفضل وأرقى الخدمات الموجودة. في المرحلة القادمة طبعا دائما طبعا نصعب المعايير، راح يكون في أيضا تقييم افتراضي بحيث أن المراكز تكون تقدم خدماتها عن بعد مثل ما نعرف، وتكون في أيضا ثقافة لتقديم هذه النوع من الخدمات بطريقة مبتكرة وسهلة وميسرة. وتجتمع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من مراكز خدمة العملاء للاستفادة الفاعلة من التجارب المطروحة وتقييمها. تبادل الأفكار بين 20 جهة حكومية قاعدين على طاولة واحدة أمر مبهين، ما شاء الله تجارب جميلة جدا. وين الصعوبة؟ الصعوبة أن مو بكل شيء ممكن ينتقل من جهة إلى جهة بسهولة، لابد من تطويعه على حسب احتياجات الجهة، على حسب احتياجات المواطنين والمراجعين اللي يجون للجهة من أو المركز للخدمات المعين. بس هني التحدي، هني الجمال، أن كل واحد منهم قاعد يسعى إلى خدمة المواطن. وتستمر المملكة بتسليط الضوء على وسائل الشراكة مع العميل لخلق مستقبل أفضل لهذا المجال. يأتي ملتقى تبادل الخبرات لخدمات العملاء الحكومية بهدف تقييم مراكز الخدمة وتعزيز تطويرها بشكل مستمر. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.